السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معكم أخوكم الخطاط عبد الرحمن بن قاسم. طبعا أنا متواجد في معرض الكتاب بالمدينة المنورة، المعرض الدولي لأول مرة ما شاء الله تبارك الله في المدينة، وسعيد جدا بتواجدي مع دار الهلال، نتعاون معهم بطاولة بسيطة للتعريف بالخط العربي وإظهار جمالياته من حروف عربية، وإظهار جمالية اللغة العربية بجمال حروفها الذي يتفوق على اللاتينية بأضعاف مضاعفة، وبفضل الله سبحانه وتعالى بحروف كتاب الله العربية، اللهم لك الحمد والشكر، وهذا من فضل سبحانه وتعالى. طبعا هنا بنعرف الخط العربي لأي شخص بيحتاج يسلك هذا المجال أو يسلك هذا يعني الصرح العظيم الجميل المبارك، اللي أسأل الله أن يكون كل شخص بيقطع فيه هذا الشوط أن يجعله من كتاب كتابه سبحانه وتعالى يا رب، حتى يكون له أثر عظيم في الدنيا والآخرة يا رب. هذا شيء. الشيء الثاني، متواجدين طبعا غير التعريف بنكتب مثلا الأسماء هنا بأسعار رمزية غير اللي بنكتبها بالعادة عشان تكون متناولة للجميع، بحيث نعرف الطلاب والطالبات وجميع المتواجدين بالمعرض بالخط العربي، وفي نفس الوقت بنكون أعطيناهم شيء له أثر جميل بالخط العربي بأسعار رمزية في فترة المعرض فقط. يعني نكتب مثلا الورقة البيضاء هنا ب20 والسوداء ب30 دعما للجميع. وسعيد جدا بتواجدي بصراحة في هذا المعرض الجميل المبارك، وسعيد جدا باستضافتكم الجميلة هذه، الله يسعدكم يا رب وأنستونا ونورتونا، وإن شاء الله دحين نكتب لكم اسم كريم وتشوفوه بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية، الله خير جميع، الله شكرا لك، الله يسعدك وخليك يا رب حبيبي. الله أنصاري الله يعطيه العافية، الآن بيكتب اسمي، الله يبارك فيه ويسعده. ايش نوع الخط ده وايش يسموه ده؟ السنبولي؟ الخط السنبولي. السنبولي ايوه. اسمه مركب، فكتبته بالخط الديواني بطريقه فنيه عشان يعني نستغل الصفحه بشكل جميل. ما شاء الله تبارك الله. كل اسم احيانا بيخليني احاول اخرج اجمل ما فيه باسلوب الخط. والله انت الجميل ما شاء الله، يعني اول مره اشوف اسمي بهذا الجمال بدون مجامله، يعني اسمي كتب الشيء ده، يعني حسيت اني فخم كده بزياده. طبعا نوع القلم المستخدم اللي هو البوي صح؟ هذا البوي نعم، لاني قاعد الان استخدم اوراق بتكون خشنه شويه، ايوه فيها الكتابه بأقلام بوية عشان تكون لها لمعتها ولها جمالها. البروز الاوراق الصغيره اللي هي البيضاء نستخدم اقلام الماركر اللي هي ما بتكون طبقه لون، وانما هي بتكون مثل الالوان، بس تكون ما شاء الله نوعيه خامتها مناسبه بحيث انها ما تمسح عليها لاحقا. فالحمد لله، اللهم لك الحمد، بفضل الله سبحانه وتعالى بعد تجاربنا خرجنا بهذه، ما شاء الله تبارك الله. انا توقعت دحين اروح 15 دقائق وارجع لك، صلاه على النبي فقل من دقيقه. ما شاء الله تبارك الله، كتب الاسم بهذه الجماليه وهذا الابداع الرائع، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه وما قصرت.